بالنسبة للخونة من أمثال خنزير كازا اللي بالمناسبة خلوني نشوف له الصورة هنا طبعا أنا نشرتها موجودة لكن شوفوها الصورة هذه شوفوا هذه الصورة اللي هو خنزير كازا وكأنه يعني مستغرب ويعني, ويعني متفاجئ مع الدكتور في العلوم القبارية دكتور في علم القبار منار الشاب شاب منار سليمي منار سليمي هذا اللي تكلمنا عليه هذا المتخصص في صبات العمامرة لأنه هو متخصص في البريزة في صبات العمامرة وفي كرسي العمامرة يحب العمامرة يتبع العمامرة كاع واش يدير هو لابس صباط طويل عنده صباط أكبر من الصباط أكبر من صب... أه رجلك أكبر من الرجل وكذا خبير في شؤون الصبابط والبريزات بريز هذاك علاش وكذا يسأل واحد الأسئلة تافهة حقيرة لكن هو عميل المخابرات المغربيه طبعا استاذ في جامعه من جامعات المغرب وعميل مخبر للمخابرات المغربيه هنا يتقابل مع الخائن ابن الخائن العميل الحقير خنزير كازا خنزير كازا تقابل معاه طبعا بعد زيارته الى الاراضي المحتله الصحراويه والرباط تقابل معاه في الرباط وهنا تشوف باللي يعني يعطي في دروس ويعطي في معلومات وخنزير باريس شغل تفاجئ يعني يعني يعطي في تعليمات يقري فيك كيفاش يخون الجزائر يقري فيك كيفاش يخون بلاده هذا هو المختصر المفيد هذا خنزير كازا لو سمع انه مواطن جزائري رفع دعوى قضائيه ضد بلاده مثل ما بعض الجزائريين المغرر بهم رفعوا دعوى في جنيف قبل ولا يظلوا يتكلموا عليها، راهم رفعوا ضد الدولة الجزائرية على التعذيب وعلى الضرب وعلى كذا وممارسات المافيا في الجزائر وممارسات كذا كذا يظل يتكلم عليها. لكن عندما يتعلق الأمر بالمخزن المغربي ما يتكلمش. شوفوا هذه رسالة رسمية. أربع شكاوي تعذيب ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب. هنا كاين أربع مواطنين مغاربة أربع مواطنين مغاربة رفعوا دعوة قضائية ضد نظام المخزن المغربي يوم تسعة جوان لأن الرسالة كانت عندي والله نسيتها كل مرة نقول ننزلها ونسيتها شوفوا الرسالة هاي أمامكم هنا واضحة هاي نكبرها لكم باش تشوفوها أربع شكاوي تعذيب ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب يوم الخميس 9 يونيو جوان الجاري أربع شكاوي ضد دولة المغرب أمام لجنة مناهضة تعذيب التابعة للأمم المتحدة جنيف هذه طبعا هاكم تشوفوا الرسالة واضحة وضوح الشمس أمام أربع مواطنين رفعوا دعوة ضد نظام المخزن المغربي بتهمة التعذيب ضد النظام أربعة مغاربة ما تكلم عليها لا زيت زيت لا وليد ملوكة المازدا لا أنور مالك اللي يعرف المغاربة مليح مليح لا خنزير كازا اللي ظل في المروك ويعرف المروك خير متزير أعطوني واحد فيهم تكلم على هذا الرسالة وقال بلي كاين تعذيب مغاربة وراهم رفعوا دعوة في جنيف أعطوني ما كانش ما يتكلموش عليها لانهم لو كانوا يتكلموا عليها المغرب يحبس لابي خالصين من عند المغرب تحداهم يا عليها هاي على المباشر نتحداهم اذا هم رجال يهضروا عليها وينشروا هاي الراجل فيهم الراجل فيكم يا طحاحنا يا مرخص يا اشباه الرجال يلي حاكمينكم وذالينكم المغاربه المخازنيه نتحداكم يا طحاحنا واحد يهضر عليها رساله مثل هذه يتكلم عليها واحد فيكم يا وليد مو او زيد زيد الدبلوماسي كما يقول لك الناس المقاوم اللي حسب روحه مقاوم يعني المطرود سابقا وانور مالك او حتى عبدو سمار ما تكلمش عليها او خنزير كازا واحد ما تكلم عليه رساله هذه رفع اربعه مواطنين مغاربه رافعين دعوه قضائيه ضد نظام المخزن الجبان بتهمه التعذيب واحد ما رفع عليه لو كان أربعة جزائريين رفعوا دعوة تتقلب بالدنيا هذو العملاء كامل يهضروا شوفوا جزائريين وعذبوهم وضربوا احنا عندنا واحد هذاك سموه النقيش هذاك ولا مش عارف شكون هذاك التيزانة هذاك زيت زيت هذاك سموه تيت ولا سموه التيزانة اللي قال لهم بدون دليل داروا هيلولة ها وكذا وعذبوه وداروا له كذا بعد السيد تراجع قال يا ودي ما كاش منها غير مفبركه هذو مغاربة رافعين رف ربعة دعاوي في هيئة الأمم المتحدة بجنيف مع محامين معتمدين رسميا وهذو ناس يعني ومع أهم محامين المحامي جوزيف بريهام بمساعدة الأستاذة جولي بالينو والأستاذة لورانس كريك ورابطة حماية ها هاي قدامكم باش تقراو ورابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربيه. عملوا لاكثر من سنه على اعداد شكاوي لجنه, ت... لجنة امام لجنه الامم المتحده لمناهضه التعذيب بخصوص اربعه مدافعين صحراويين عن حقوق الانسان تعرضوا لتعذيب خطير من قبل السلطات المغربيه. وبفضل رابطه حمايه السجناء الصحراويين السياسيين الصحراويين في السجون المغربيه. تمكنت المنظمات والمحامون من التواصل مع العائلات و... 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 يعني قضيه مثل هذه من المفروض انه اي حر شريف مهما كان يتكلم عليه ويطالب بفتح تحقيق اذا كان بالفعل صحيحه يقفوا مع المظلومين اذا كان مجرد افتراء يكشفوا هؤلاء اللي فضحوا لانه هؤلاء اللي رفعوا دعوه قضائيه كانوا في السجون المغربيه وتعرضوا للتعذيب في السجون المغربيه وعندهم اثباتات وادله وشهود على هذا الاساس اللي رفعوا الدعوه امام المحاكم الامميه وامام لجنه حقوق الانسان و لجنه مناهضه التعذيب التابعه للامم المتحده وطبعا ورافعين دعوه قضائيه في المحاكم الاوروبيه في جنيف وفي غيرها من دول اوروبا انا اللي يهمني في الامر هذا هو صوت وراي العملاء الخونة الجزائريين ما نشنا عن المغاربة الجزائريين العملاء الخونة الجزائريين اللي دافعوا على الأطروحة المخزنية قولوا الحقيقة على الأقل تكلموا قولوا الحقيقة ما يقدروش, ما يقدروش.